السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي أنساتي سادتي من تلفزيون جمهورية سوماليلاند، أحييكم وأقرأ إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذه الليلة مستهلا إياها بأهم وأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يلتقي بأعضاء لجنة الوسادة لحل الخلافات والنزاعات بين العشائر القادمة في إقليم سول. عضو المجلس المحلي للعاصمة النرويجية يعلن عن تأييده لاتفاق مشروع استثمار ميناء بربرة العالمي. هذا وفي نشرة أنباء أخرى، وإليكم التفاصيل. التقى اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم بالقصر الرئاسي بالعاصمة هرقيسة بأعضاء اللجنة التي عينها فخامته للوسادة، والمتكونة من سلاطين وعقلاء وعلماء الدين وعدد من الوزراء. التقى اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم بقصر الرئاسة أعضاء اللجنة التي عينها فخامته للوسادة والمتكونة من سلاطين وعقلاء وعلماء الدين وعدد من الوزراء لحل خلافات بين العشائر المتناحرة في إقليم سول. هذا وقدم أعضاء اللجنة تقريرا مفصلا لحالة الإقليم العامة، وتحدث أيضا أعضاء لجنة الوسطة عن مجهوداتهم للتوصل لحل لهذه الخلافات بين العشائر القادمة معا في إقليم سول جنوب البلاد. وقام الأعضاء بحث الجانبان بتقوية العلاقات وإجراء حوار لتوطيد الأمن والاستقرار في الإقليم المذكور. هذا وأعلن أعضاء اللجنة أن المواطنين في تلك المنطقة في أمس الحاجة لاستتاب الأمن والتعايش معا جنبا إلى جنب، ووجهوا جزيل الشكر للقوات المسلحة لجمهورية سوماليلاند لدورهم الفعال لاستتاب الأمن والاستقرار. هذا وشارك في اللقاء نائب رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين. توصل اليوم سلاطين وعقلاء العشائر القادمة معا بمنطقة حطن لاتفاق للإعلان عن هدنة دائمة بين الأطراف المتنازعة هناك. توصل سلاطين وعقلاء العشائر القادمة معا بمنطقة حطن التابعة لإقليم سول لاتفاق للإعلان عن هدنة دائمة بين الأطراف المتنازعة هناك. هذا ونظم هذا اللقاء عدد من الوزراء والنواب مجلس الشيوخ والنواب والتي عينها الرئيس الجمهورية للوساطة بين الطرفين. وتحدث عضو مجلس النواب السيد سليبان علي كوري عن أهمية هذه الاتفاقية بين الطرفين لاستقرار الوطن والجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة. كما تحدث في لقاء وزير وزارة الإعلام والتوعية والثقافة معالي عثمان سعرديد عداني، وتمنى من الله أن يوفقهم لهذا الإصلاح بين العشائر القادمة معا. كما تحدث في اللقاء عدد من السلاطين والعقلاء ومسؤولين آخرين حثوا العشائر المحافظة على الأمن والاستقرار. صرح السيد إسماعيل إبراهيم محمود من الجالية السوماليلاندية المقتربة في النرويج وعضو مجلس المحلي للعاصمة النرويجية عن تأييده التام لاتفاقية استثمار ميناء بربرة الدولي من قبل شركة دبي للموانئ العالمية. صرح سيد إسماعيل إبراهيم محمد من الجالية الصومالية المغتربة في النرويج وعضو مجلس المحلي للعاصمة النرويجية عن تأييده التام لاتفاقية استثمار ميناء بربرة الدولي من قبل شركة دبي للموانئ العالمية، وأشار أن هذا الاستثمار يعطي فرصة اقتصادية كبيرة وفرصة لتقليل البطالة، وهذا الاستثمار له منافع للوطن والمواطنين معا. هذا وتحدث السيد إسماعيل إبراهيم محمد أيضا عن قضية الاعتراف لسيادة جمهورية سوماليلاند، وأعلن أنه عضو في مجلس بلدية مدينة أوسلو ويقوم دوما بتقديم تقارير تتعلق بتاريخ جمهورية سوماليلاند لمسؤولية الدول الإسكندنافية، ويحثهم بتقديم اعتراف دولي لجمهورية سوماليلاند. من جهة أخرى نبه فئة الشبابية على خطورة الهجرة الغير شرعية، وحثهم الاستفادة من بلادهم وخدمة الشعب والوطن.
بعد أفراد الجالية الصومالية المقتربة يقومون بجولة تفقدية لمقر المكتبة الوطنية والتي هي قيد الإنشاء. بعض أفراد الجالية الصومالية المغتربة يقومون بجولة تفقدية لمقر المكتبة الوطنية والتي هي في قيد الإنشاء في مدينة هرجيسة، وذلك من أجل تفقد كيفية سير أعمال بناء المكتبة الوطنية التي يشارك في بنائها أبناء الجالية الصومالية والحكومة معا. هذا وقد قام بترحيب الجالية الصومالية خلال جولتهم التفقدية مدير المكتبة الوطنية سيد أحمد طاهر علمي، ووجه جزيل الشكر للجالية الصومالية لدورهم الفعال في المشاركة في التبرعات المالية لتشييد المكتبة. هذا وقدم السيد شرمارك عبد موسى للمكتبة 200 من الكتب تبرع بها شخصيا. وبهذا سيداتي أنساتي نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار، قدمتها إلى حضراتكم من تلفزيون جمهورية سومالي. حتى لقائنا التالي أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.